السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود قناة ماتريكس 219 على اليوتيوب. كل سنة طيبين. النهاردة تقريبا سابع أيام رمضان، ودي هتكون سابع حلقة في حلقات دردشة رمضان. الحلقة بتاع النهاردة هي مخصصة للناس المبتدئة في المجال، الناس اللي حابة انها تدخل في مجال ادسنس ويوتيوب والربح من الانترنت. هتكلم عن الموضوع ده بشكل مبسط قوي، هنفهم يعني ايه ادسنس، هنفهم ازاي تطلع حساب ادسنس مصري او يكون عندك حساب ادسنس مصري. في ضغط كتير قوي في السوشيال ميديا، لا لازم حساب امريكي، لا انت عادي جدا تطلع حساب ادسنس مصري وتقبض منه الفلوس. ايه الطرق اللي انت ممكن بتقبض بيها من اليوتيوب؟ ايه الاستفاده اللي انت ممكن تعود عليك من قناه اليوتيوب او من بلوجر او من ادسنس؟ شويه تفاصيل كتير هنتكلم فيها النهارده او هندردش فيها النهارده. نطلع فاصل ونبدا حلقتنا على طول. البداية عندنا هي خطوات الربح من يوتيوب وادسنس. علشان تبدأ تشتغل في او تتعامل مع شركة جوجل عامة وتبدأ تحقق ارباح معاها وتعمل بيزنس معاها، رقم واحد لازم يكون عندك ايميل، اكاونت جي ميل. هتدخل على موقع gmail.com www.gmail.com وتعمل بريد الكتروني على موقع جوجل. عملت الجيميل، الخطوة اللي بعد كده هي حساب يوتيوب وبلاجر. مجرد انك تعمل ايميل على شركة جوجل تلقائي على طول بتعمل لك حساب يوتيوب، بتدخل في حساب يوتيوب وبتعمل انشاء قناة جديدة، اصبح عندك القناة بتاعتك www.youtube.com، بتهيألي كلنا عارفينها. تالت حاجة او تالت مرحلة هو حساب ادسنس، برضو تدخل على موقع ادسنس جوجل ادسنس وهتعمل اكاونت بنفس حساب الجيميل. يبقى انا عندي حساب جيميل واحد بس، عملت بيه اكاونت يوتيوب وعملت بيه اكاونت ادسنس. اكاونت اليوتيوب اللي موجود عندك انت ممكن تعمل بيه اكتر من قناه، بس مش هتقدر تحقق ارباح من اي قناه من القنوات دي الا لو نشرت فيها على الاقل فيديو واحد. طيب هل كده بس كفايه؟ لا، انت عندك في كمان نقطه رابعه مهمه جدا اللي هي البلاجر، انك تعمل مدونه بلاجر مجانيه. يعني بشراكتك مع جوجل انت بتعمل ايميل بس، اكاونت على جيميل، بيديك حساب ادسنس، بيديك حساب بلاجر، بيديك حساب يوتيوب. يوتيوب انت بتنشر عليه محتوى فيديو زي الفيديو اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي، وبتقدر تحقق منه ارباح عن طريق ادسنس او عن طريق الشراكه مع ادسنس. بلاجر بتنشر فيه محتوى ايا كان، تدوين، صور، مذكرات، اخبار، ايا كان شكل التدوين كمحتوى، حتى ممكن تكون روابط فيديو. وهتكلم معكم عن التكنيك ده في حلقه بعد كده، التكنيك اللي بيستخدمه رغيف امين او المحترف في الترويج لبلاجر ومضاعفه الارباح عنده في ادسنس من نفترض مثلا من 100% ل 400%. فممكن تعمل مدونه بلاجر. فدي الاربع حاجات اللي بتوحى لك شركه جوجل. طيب ادسنس يعني ايه ادسنس؟ انا دلوقتي عندي فيديو حضراتكم بتفرجوا عليه. طبعا انا باكد يا جماعه ان الفيديو ده هو مخصص للناس المبتدئين اللي بدات تتكلم في القناه او تراسلني وتقول عايزين نفهم الدنيا ماشيه ازاي في الربح من ادسنس. طيب انت عندك محتوى، وليكن المحتوى ده هو عباره عن قناه اسمها ماتريكس، ايا كان شكل القناه ايه او ايا كان اسم القناه ايه. وفي عندك معلن، المعلن ده وليكن مثلا شركه كوكاكولا. شركه كوكاكولا عايزه تعمل اعلان. طيب هل المحتوى بتاع ماتريكس بس اللي موجود؟ لا، في محتوى ماتريكس، في محتوى ثقف نفسك، في محتوى معلومات عامه، في محتوى مستر شنب، في قنوات كتيره جدا. على حسب عدد الترافيك اللي موجود عندك وعدد الزوار اللي بيكونوا موجودين عندك على القناه، انت بتشجع المعلن ده ان هو يعلن عندك بشكل اكبر. بمعنى ان لما يكون عندك عدد مشاهدات كبيره فالمعلن ده بيعلن عندك اعلانات اكتر، فانت بتكسب اكتر وبتاخد عمولة اكتر. طب هل انت بتتعامل مع المعلن ده او مع شركه كوكاكولا بشكل مباشر؟ لا، انا ماليش علاقه خالص بشركه كوكاكولا. اجت شركه ادسنس هنا او شركه جوجل عملت وسيط اعلاني سميته ادسنس. قالت يا جماعه انتم ركزوا في المحتوى، انت اعمل محتوى، سواء المحتوى بقى ده في موقع الكتروني او في قناه يوتيوب، انت ركز في المحتوى واحنا هنتعامل مع المعلن. وانت كمعلن ركز في الاعلان بتاعك ومالكش دعوه بالمحتوى. يعني انت قول للاعلان بتاعك انت عايز تنشره في قنوات تعليميه، قنوات خاصه
بالرياضه، قنوات خاصه بكذا، ومش هخليك انت تدور على الكلام ده، لا انا عندي قاعده بيانات داتابيز عامله سيرش في القنوات دي كلها، عارفه الاعلان بتاعك هيوصل فين. انت قول لي عايز توصل للناس اللي عمرها من 16 سنه ل 20 سنه، انا عندي في الداتابيز عارف مين الناس اللي عمرها 16 سنه ل 20 سنه. بتستهدف مصر هستهدف لك مصر، بتستهدف السعوديه هستهدف لك السعوديه، وهكذا. وانت كمنتج محتوى ركز في الشغل اللي انت بتعمله وحاول تجيب سبسكرايبرز وانا هديك الاعلانات. طيب ادسنس بتاخد نسبه او عموله من ده كام؟ انت كمنتج محتوى او منشئ محتوى بتاخد 60% وادسنس بتاخد 40%. طبعا استثمار ممتاز جدا. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي. انا عملت اكونت جيميل، عملت قناه على اليوتيوب، او بنفس الاكونت جيميل دخلت على اليوتيوب عملت اكونت وعملت قناه او اتنين او ثلاثه، انت مسموح لك انك تعمل عدد من القنوات، واشتركت في ادسنس وعملت مدونه بالاجر. هل بمجرد ان انا بدات اشتغل كده على طول ادسنس هتبدا تربط الاعلانات بالموقع بتاعي؟ لا، قال لك بلاجر حد ادنى تقريبا 3 شهور. وعلى فكره دي مش ثوابت، يعني انا عندي اكتر من مدونه عملت لها انشاء النهارده وبعدها بثلاث اربع ايام بدا يتاكتف فيها او تشتغل فيها اعلانات ادسنس. وفي ناس عملت مدونات لازم 6 شهور، لازم يشتغل فيها 6 شهور او يمر عليها 6 شهور كحد ادنى. بغض النظر بقى عن سياسات جوجل، بس انا بقول لك عن تجربه عمليه، يعني ده حصل بالفعل. يعني في ناس قعدت 6 شهور وما عرفتش تاخد موافقه ادسنس على المدونه، لكن ادسنس او شركه جوجل بتقول لك انك حد ادنى بيعدي على المدونه بتاعتك 3 شهور او 6 شهور تحديدا، مش متذكر بالظبط، علشان تبدا تشترك في البرنامج الاعلاني بتاع ادسنس. ده بالنسبه لمدونه بلوج. طب بالنسبه ليوتيوب، لا، انت بتعمل القناه دلوقتي مجرد انك ترفع فيها اول فيديو اصبح متاح بالنسبه لك انك تربطها بادسنس. طيب هتقبض فلوسك امتى؟ انت خلاص دلوقتي اشتركت في ادسنس سواء عن طريق بلاجر او عن طريق اليوتيوب، الفلوس انت هتقبضها امتى؟ اول ما بتعمل حساب ادسنس الحساب بتاعك بيكون اسمه حساب مستضاف، يعني انت ضيف بس على شركه جوجل، او يعني انت لسه ما بقتش بارتنر، لسه ما بقتش شريك في جوجل، الحساب بتاعك ما هوش عادي. طب ازاي احوله لحساب عادي وازاي اكد الحساب بتاعي؟ الحساب المستضاف هو انك يعني ايه بتعرف تعلن اعلانات على المحتوى عندك على المدونه او على الفيديو، لكن مش هتعرف تطلع فلوس الا لما تمر بمرحله اللي هي مرحله تاكيد العنوان او البين كود، وانا اتكلمت عن ده في فيديو فات قبل كده. طيب البين كود، علشان اطلب البين كود لازم يوصل رصيدك ل 10 دولار. طيب انا هوصل ل 10 دولار ازاي؟ عن طريق يا اما البلاجر يا اما عن طريق اليوتيوب. انت بدات تنشر محتوى، بدا يجي الترافيك، بدات تتفرج على الاعلانات، رصيدك وصل 10 دولار. بعد ما رصيدك بيوصل ل 10 دولار بتدخل في مرحله ثانيه اللي هي البين كود او تاكيد العنوان. بتدخل بيانات العنوان بتاعك في موقع ادسنس وبيبعت لك جواب فيه رقم بين كود، بتدخل الرقم ده، مجرد ان الجواب بيوصل لك بتدخل البين كود في صفحه موجوده عندك في الاكونت بتاع ادسنس، تاكد العنوان، اصبح خلاص انت مريت بمرحله تاكيد العنوان، تقدر تقبض فلوس. طيب تاكيد العنوان فيه مشاكل لبعض الناس، لان تاكيد العنوان بياخد وقت 28 يوم تقريبا عقبال ما الجواب يوصل لك من امريكا، انا بتكلم عن الناس تحديدا اللي موجوده في مصر او في الوطن العربي. وفي الاغلب في ال 28 يوم ما بيوصلش، تفضل مستني 28 يوم تانيين، بترجع تطلب الجواب تاني 28 يوم تاني ما بتوصلش. انا بقول لك يعني عن تجربه حصلت مع ناس كتيره هنا في مصر، وفي ناس حظها بيكون حلو والجواب بيوصل من اول، يعني في خلال اول 28 يوم. تالت مره 28 يوم الجواب ما وصلش، بتراسل شركه ادسنس تاني. طيب انت استنزفت استنفذت الثلاث مراحل، بتدخل في صفحه، هو طبعا بيتابع معاك في ادسنس الجميل في جوجل في السبورت بتاعك في الدعم الفني بتاعك، بيعرفك انت ماشي ازاي والدنيا بالنسبه لك ماشيه ازاي. انت استنفذت الثلاث محاولات لادسنس وما وصلكش البين كود، بتدخل في صفحه بتحمل الاي دي بتاعك ايا كان، بطاقه شخصيه او جواز سفر، حاجه تثبت شخصيتك، وبتكمل بياناتك، بيكتف لك الاكونت الحساب. هل الحساب بتاعك كده اتحول لحساب عادي؟ لا، انت اكتفت البين كود بحيث انك تقدر تستلم فلوس، لكن حسابك لسه مستضاف. علشان الحساب بتاعك يتحول عادي ما ينفعش يكون عن طريق بلاجر او يوتيوب، لازم يكون عندك موقع الكتروني، يكون عندك موقع الكتروني وبتسجل الموقع الالكتروني ده في الاكونت بتاع ادسنس، بيعملوا مراجعه على الموقع في خلال اسبوع تقريبا، وبعدين لما يتوافق بتحول الحساب بتاعك ليه حساب عادي. ايه الفرق بين المستضاف والعادي؟ الحساب المستضاف ما تقدرش تنشر اعلانات غير على ادسنس وبلاجر بس،
آسف يوتيوب وبلاجر بس. الحساب العادي تقدر تنشر إعلانات على أي موقع إلكتروني، أي دومين موجود معاك تقدر تنشر فيه إعلانات. طيب هقدر أقبض فلوسي إمتى وإزاي؟ بمجرد إن رصيدك يوصل لـ $100 تقدر تسحب فلوسك عادي. طيب إيه طرق سحب الفلوس؟ في عندك 3 طرق تقدر بيها تسحب الفلوس. الطريقة الأولانية عن طريق الويسترن يونيون، تحويل بنكي على حساب ويسترن يونيون. ويسترن يونيون هي شركة لتحويل الأموال موجودة في كل دول العالم. بتدخل تدخل بياناتك على حسب، يعني لو بتدخل الاسم بتاعك فأنت بتدخل اسم زي ما هو مكتوب في إثبات الشخصية اللي أنت هتستلم بيه الفلوس. بتدخل بياناتك وبيجي لك التحويل على ويسترن يونيون، بيكون في خلال 14 يوم تقريبا. الطريقة الثانية عن طريق تحويل بنكي. الطريقة الثالثة عن طريق شيك. شيك بيتبعت لك على العنوان بتاعك. طبعا الشيك لو انت عامل حساب ادسنس امريكي مش هتقدر تستغل النقطه دي، مش هتقدر تستخدم الشيك. ليه؟ لان انت اعطيله عنوان امريكي، فهو اوريدي العنوان الشيك هيوصل لك على العنوان في امريكا وانت مش موجود في امريكا. ديت نقطه. طيب بالنسبه للتحويل البنكي، التحويل البنكي الناس بتلجا ليه مع بايونير لما يكون عندك حساب ادسنس امريكي. يعني في ناس بتفتح حساب ادسنس امريكي او بتشتري حساب ادسنس امريكي بس مش هتعرف تطلع الفلوس لان العنوان ما اكدتوش، العنوان غلط، العنوان في امريكا وانت هنا في مصر او في المغرب او في الجزائر. فبتلجا لنقطه تانية ان هو يطلع بطاقه بايونير او بطاقه حساب بنكي لبنك في امريكا. ولما تطلع انت حساب بايونير او تعمل اكونت بايونير هو اوريدي بيديك حساب بنكي، كان ليك حساب بنك مش مجرد ماستر كارد او فيزا كارد انت بتسحب بيها الفلوس، لا بيكون لك حساب بنكي. بتدخل بيانات الحساب البنكي بتاعك في الادسنس تمام، ومجرد ان هو يتوافق عليها بتعمل تحويل للفلوس اللي بتجي لك في ادسنس على الحساب البنكي بتاع بايونير وبتسحب بيه بطاقه الاي تي ام. نصيحتي انا يعني جربت الحساب المصري، ما اشتغلتش خالص مع الحساب الامريكي. كل اللي انا اعرفه عن الحساب الامريكي واللي بشاركه معاكم هو معلومات عامه عن المنتديات والمشاكل والناس اللي بتتكلم فيها. لكن انا شغلي بحساب ادسنس مصري، ومعانا حساب ادسنس مغربي، ومعانا حساب ادسنس جزائري، ومعانا حساب ادسنس امريكي برضه. يعني معانا اكتر من حساب ادسنس، بس حساب ادسنس مصر يا جماعه هو سهل ما هو صعب. كونك تطلع حساب ادسنس او تستخرج حساب ادسنس مش لازم يكون امريكي. ونصيحتي ليك خليك ماشي ليجل بشكل شرعي. انا النهارده لما اكون مسجل حساب ادسنس بعنواني ببياناتي بالداتا بتاعتي بالاي دي بتاعي، لو حصل اي مشكله في الاكونت انا ممكن بسهوله اقدر اعمل ريكفر للاكونت. بخلاف لما انت تتعب في قناه شانل او تتعب في بلاجر او تتعب في موقع الكتروني ويكون حساب الادسنس اللي معاك امريكي ويحصل مشكله في الاكونت وما تعرفش ترجعه، فلوسك راحت ودنيتك راحت. بس هو ده كان موضوع النهارده. اتمنى يا رب اكون افدتكم المعلومه، وزي ما قلت ده شرح بس كده مبدئي للناس اللي حابه انها تدخل في المجال. وممكن تكمل في سيرش على اليوتيوب في القناه عندي انا عامل ازاي تعمل مدونه بلاجر بالكامل، عامل يعني اتكلمت ازاي تعمل ايميل ادسنس اليوتيوب، عملت فيهم عنهم اكتر من فيديو. ممكن تراجع الفيديوهات دي في القناه، وفي محتوى تاني كتير متاح انك تستزيد من الفكره دي او تقرا بشيء من الاستفاضه. كان معاكم محمود قناه ماتريكس 219 على اليوتيوب. لو الفيديو عجبك لايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، شير لو حسيت ان حد ممكن يستفيد معلومه. معانا ان شاء الله في الفيديو الجاي، وكل سنه وانتم طيبين ولا اله الا الله.